في كبير لها سيرين عبد النور. شهشتي. واو واو واو. انت بتحب المطبخ؟ انا كثير بحب المطبخ. بدي اقول لك شغله جاد، انه الست لازم تكون ست بيت، يعني ما بتكتمل بحس اذا ما بتعرف تطبخ. وانا هيدي بتعرفوا يعني على التيك توك والسوشيال ميديا كثير بنزل، بحضرك دائما. ايه اكيد انا اخصائيه يعني شو التبوله. صح صح. يعني موقفك هيك فينا نقول قريب على موقف الفنانه زميلتك نجوى كرم، انه المراه لازم هي تطبخ، مش هيك؟ انه انا ونجوى رح نفتح جمعيه تعنى بالنساء، رح نسميها سيدات من اجل البطون، لانه بتعرفوا المثل بيقول عند البطون تضيع العقول. اكيد بدي لك شغله، انا انعرض علي خلال هيدي السنتين شيء 123 مسلسل. ولو ايه كثير يعني، وهول قليل ماشي قبل كان انعرض كثير. بحب خصص وقتي اكثر للبيت. طيب وعم تحضري مسلسلات لغير نجمات كمان؟ لمين؟ لغير نجمات مين؟ انه بدك لك اسامي يعني في نجمات غيري. انا عم بمزح.